اهلا بكل اللي بيشوفونا وبيتابعونا، ولقاء متجدد دايما على شاشه المحور وفقره جديده مميزه جدا من الطبيب. عايزه اقول لكم النهارده هنتكلم عن موضوع مهم جدا وهو السمنه. كمان عايزه اقول لكم على حاجه مهمه جدا، لو جينا رجعنا للتاريخ وللناس بتوع زمان هنلاقي ان ما كانش عندهم اي مظهر من مظاهر السمنه. ده بيرجع لحاجات كتير جدا، ان هم كانوا بيتبعوا انظمه وحميات غذائيه معينه، ما كانش عندهم ضغوط في الحياه، ولكن للاسف ما كانش عندهم بقى كل التقنيات يا نور الجديده اللي احنا عندنا دلوقتي. مظبوط، عندنا وسائل كتير جدا لانقاص الوزن وتناسق القوام. مظبوط. انا عايزه اقول لك كمان انه دلوقتي الناس اللي بتكون عايزه تخس ساعات كتير قوي بتيأس وبتتعب من فكره الدايت وفكره الرجيم وان هو يمشي على لايف ستايل معين، بيتعبوا فبيأسوا فبيبطلوا. لكن لو انتم محتاجين مساعده، لو انتم محتاجين تعرفوا ازاي تقدروا يعني تنسقوا قوامكم بشكل سليم ومظبوط من غير ما يأثر عليكم اي تأثير سلبي، احنا هنكون معاكم النهارده وهنقول لكم الطرق السليمه مع ضيفنا القيمه العلميه الكبيره اللي بيشرفنا النهارده، الدكتور اشرف قوره، استشاري علاج السمنه وتناسق القوام. اهلا بيك يا دكتور، نورتنا. اهلا بيك. اهلا بحضرتك دكتور. زي ما قلنا كده في الاول، احنا عايزين نعرف يعني احنا بنتكلم طبعا عن تناسق القوام وعن زمان، زي ما مروه قالت كده بالظبط، انه زمان ما كانش فيه اي بالزبط. مظهر من مظاهر السمنه خالص ولا اي مرض. طبعا اكيد. واحنا دلوقتي يا دكتور بنحسب نفسنا على كل طبعاً. التقنيات الجديده، وانت النهارده حضرتك جاي لنا بكل التقنيات الجديده. هنتكلم تقنيه اللي هي تفتيت الدهون او شفط الدهون يا دكتور. تمام. ازاي نوصل ان احنا نتخلص من كل الدهون دي؟ طيب، هو مبدئيا احنا بس عايزين نتفق انه التقييم المبدئي للحاله دايما مع الدكتور لازم مش بس نتكلم انه عندنا مشكله وزن كوزن. هي الحقيقه احيانا كتير بتكون الحاله جايه ما عندهاش المشكله دي، هي يعني متصالحه مع نفسها بوزنها الزايد، مش هي دي القضيه بالنسبه لها. انما القضيه ان انا في عندي ديفو، في عندي تراكم موضعي للدهون في مكان معين في جسمي. لو كل الناس اللي حواليا قالت لي ان هو مش باين قوي ويمشي الحال وانا ما زلت مقتنع ان انا عندي المشكله دي في القوام بتاع جسمي، فافضل باستمرار مش راضي. والفئه دي من الحالات دايما بيبقى فيه عندها مشكله ان هي نطلب منها ان هي تعمل رجيم، هو اصلا رافض ان هو يعمل رجيم، لانه في خبراته السابقه كل ما كان بيعمل رجيم برضه ميزانه حتى لو نزل كويس بس ستيل لسه البروز اللي مضايقه في جسمه مش مريحه. وده مخليه ما عندوش استعداد نفسي تاني ان هو يحط نفسه في جدول غذائي، وبرضه هيفضل بنفس النتيجه. دلوقتي دايما احنا عندنا الحل بيكون حاجه من اتنين، يا اما حل غير جراحي تماما اللي هي اجهزه تفتيت الدهون موضعيا. تمام. ودي حصل عليها تطور تكنولوجي قوي جدا وبقت التقنيه بتاعتها اوفر كتير في الوقت وفي المجهود. وحل تاني شبه جراحي عايزين نسميه، يعني مش عايزين نقول عليه جراحه قوي، اللي هو شفط الدهون الموضعي او ما يسمى بشفط الدهون الديناميكي، او في نوع تاني من شفط الدهون بنسميه شفط الدهون بالليزر. الحقيقه تقييم ايه من النتيجتين او ايه من الحاجتين هنستخدمهم مع كل حاله، ده بيفرق في شويه كده مواصفات معينه لازم تكون موجوده في الحاله، لازم تكون موجوده في المكان اللي احنا عايزين نعمل له شفط او تفتيت. انما بشكل عام شفط الدهون الموضعي هو دلوقتي بقى في تطور شويه في ان هو بقى وقته اوفر بكتير، ما بقاش في يعني خلينا نقول استعدادات كتير للحالة لازم تعملها. هي الموضوع كله بياخد حوالي 45 دقيقة وقت لأي مكان في جسمنا. استخدام البنج الموضعي بيخلينا بيرفع معدل الأمان بتاع العمليات دي دلوقتي بنسبة بتوصل ل100%. ممكن نشتغل أكتر من مكان في نفس الوقت. تحديد الجسم بشكل كبير عن شفط الدهون الجراحي القديم، يعني احنا دلوقتي بنقدر نعمل رسم للقوام فعلا نتيجة انه حتى شوية الدهون الصغيرة جدا اللي كان قبل كده صعب ان احنا نعملها ازالة بشفط الدهون العادي، بقينا دلوقتي بشفط الدهون الديناميكي او شفط الدهون باللايبوليزر بنقدر نرسم حتى الكيرفات الطبيعية بتاعت الجسم. جميل يا دكتور. طب انا كنت عايزه اعرف هي ازاي بيتم جلسات تفتيت الدهون، وكمان ازاي بتتم عملية الشفط؟ طيب، احنا طبعا زي ما اتفقنا انه الطبيب المعالج بيقدر يوجه الحاله مبدئيا ايه الانسب ليها، هل هي شفط الدهون الموضعي ولا تفتيت الدهون. الحقيقه بالنسبه لتفتيت الدهون موضعيا
الأجهزة اللي بنستخدمها دلوقتي في تفتيت الدهون في حاجة اسمها الكرايولايبوليسيس اللي هو تفتيت الدهون بالتجميد وده الحقيقة بقى في حاجة اسمها الفور دي كرايولايبوليسيس اللي هو تفتيت الدهون بالتجميد رباعي الأبعاد، يعني العمق بتاع النسيج الدهني اللي بنقدر نوصل له دلوقتي بقى كبير جدا عن الأول. الحقيقة الفيديو ده بس بيوضح لنا الأول قبل ما نستكمل تفتيت الدهون بيوضح لنا إزاي بنقدر ده اللي هي كرايولايبوليسيس بالظبط. ده التجميد ده. ده اللي هو بالتجميد بالظبط. الفكرة هنا في الجهاز ده إنه بنقدر نوصل النسيج الدهني لدرجة حرارة توصل لماينس 5 أو ماينس 6 لحد ماينس 8. وبالتالي بنقدر نقطع التغذية الدموية والأكسجينية للنسيج الدهني. وبالتالي بدل لو اتقطع النسيج التغذيه الدمويه والاكسجينيه لخلايا الدهون فبدل ما كنا بنستنى انه في 10 خلايا بس هيكسروا في المكان ده دلوقتي هيبقوا 100 او 200 خليه. وطبعا الكلام ده بيتعمل في مده حوالي من 40 ل 60 دقيقه، بتتعمل مره كل شهر او مره كل 3 اسابيع لانه الدوره الطبيعيه لتكسير الدهون وخروجها من المكان ده تماما بتاخد على الاقل 3 اسابيع. بنقدر نعملها في اي مكان في الجسم سواء كان في الذراعين، في محيط دايره الوسط، في الفخذين، اي مكان في الجسم نقدر نستخدم فيه الكرايولايبوليسيس. وده الحقيقه يمكن الميزه فيه ان هو البروتوكول بتاع استخدام التقنيات بتاع تفتيت الدهون النهارده بنقول ان هي تقدر تدينا نفس النتيجه بتاعت شفط الدهون بس لازم يكون عندنا طوله بال شويه لان شفط الدهون اذا كان بتتعمل في قعده واحده او في جلسه واحده التفتيت الدهون الموضعي بيحتاج عدد من الجلسات ممكن 10 20 30 على حسب طبعا الحاله وعلى حسب الاماكن اللي احنا محتاجين ان احنا نعمل فيها الجلسات دي بطريقه منتظمه. الحاجة التانية كود ليزر طبعا او ما يسمى بشد الترهلات، احنا دايما عندنا المرحلة الاولانية ازاي نقدر نفتت الدهون وكل الحالات في الاخر لازم هنتكلم على حاجة اسمها شد الترهلات موضعية. باعتبار ان الترهلات دي بيبقى ليها عوامل كتير جدا سواء كان مع السن او لو كان مع الحمل والولادة، في بعض الناس اللي خسوا عدد كيلوغرامات كبير قوي يعني اللي نزل 40 و50 و60 كيلو لازم يكون نسبة الترهل في جسمه او في جسمها اكبر بكتير من اللي نزلوا 10 كيلو بس. طبعا اثناء ما هم بينزلوا في الميزان بنحاول ان احنا نساعدهم بنصائح انه يكون في دايما مجهود عضلي او مجهود رياضي او شويه مشي على الاقل علشان يعمل تونينج او شد للعضلات بتاعه الجسم قدر المستطاع. بالاضافه لاستخدام جلسات شد الترهلات بشكل منتظم مره او مرتين في الاسبوع على الاقل. احنا دايما بنبقى معتمدين في الموضوع ده على ظهور نتائج بدري شويه. زمان كنا بناخد وقت طويل، دلوقتي لا، التقنيات الحديثه بقى خلت دلوقتي النتيجه بتبقى ظاهره في على الجسم من اول اسبوع، وبالتالي استعداد المريض زي ما كنا بنقول في بدايه الحلقه ان هو يبتدي يبقى ماشي على سيستم اكل مظبوط بتعلى باستمرار لحد ما نوصل لوزن مثالي وفي نفس الوقت شكل مثالي. والحقيقه احنا دايما انا بحب دايما اقول الكلام ده للحالات بتوعي، احنا ربنا خلقنا بالفطره لو بصينا في المرايه حسينا ان شكل جسمنا اتغير ده بيدينا دفعه نفسيه اقوى بكتير من ان مجرد الدكتور يقول لي انا نزلت 30 40 كيلو في الميزان بس مش باين لسه على شكلي اذا كان اتغير ولا لا. وبالتالي استخدام الوسائل دي هيخلينا نبقى ضامنين ان احنا مش بس ابتدينا المشوار لا نقدر كمان نضمن ان احنا خلصناه لحد نقطه النهايه بطريقه منتظمه. طيب دكتور، هو شفط الدهون الموضعي ازاي بيتم وبياخد وقت قد ايه؟ الحقيقه شفط الدهون كاجراء جراحي بسيط احنا بنستخدم زي ما قلنا في بنج موضعي. الفيديو يمكن ده فيديو فعلا اذا كان هينفع نعرضه. احنا لو قلنا انه المحيط بتاع دايره الفخذين مثلا او دايره البطن او دايره الذراعين دول دايما اشهر اماكن بنعمل فيهم شفط الدهون الموضعي. تحديد المكان بقلم ماركر بسيط كده بيكون مع الحاله علشان ضروري انا والحاله نبقى فاهمين زي بعض، لازم انا وهي نبقى عارفين احنا بنتكلم على المنطقه دي تحديدا. حقن البنج الموضعي تحت الجلد علشان ما يبقاش فيه اي احساس باي نوع من انواع الالم تماما. هنا
الفتحة الصغيرة اللي فتحناها دي فتحة لا تتجاوز نص سنتي، صغيرة جدا مش باينة، صغيرة جدا ما بتبانش. الكانيولا اللي دخلت فيه المكان ده حقنا محلول ملحي مع المخدر او البنج الموضعي في النسيج الدهني، ده النسيج الدهني اللي هي وصلت له، وبعد كده بيحصل سحب للنسيج الدهني او الخلايا الدهنية اللي تحولت من الصورة الصلبة للصورة شبه السائلة ثم السائلة وتخرج بعد كده من الجسم تماما. طبعا الفتحة الصغيرة دي بعد ما تلتئم بعديها بأسبوعين ثلاثة لو جينا ندور عليها في المكان ده كانت فين بتبقى التئمت تماما وراح أثرها تماما، وده يمكن الصور بتاعت قبل وبعد لمحيط دايرة الفخذين تحديدا يعني. جميل جدا يا دكتور. طبعا الـ 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 بيبقى فيه شوية إرشادات بسيطة كده للحالة، لازم يبقى فيه لبس حاجة اسمها مشد أو كرسي لمدة أول شهر أو أول شهر ونص. لازم يكون فيه شرب الكثير من السوائل قبل وأثناء وبعد إجراء شفط الدهون الموضعي. ضروري ما دام أنا بقى عندي حماس أحسن وحسيت إن جسمي اتغير بسرعة في وقت قصير، ضروري أبتدي أمشي على نظام غذائي صحي. هيكون مفيد جدا إن إحنا نقدر نخلص كل المشوار، لأن إحنا نحافظ على اللي إحنا عملناه كله، نحافظ على اللي إحنا عملناه لأن إحنا عندنا كتلة مثالية كمان لازم نوصل لها. ده الجار اللي هو بيتجمع فيه الدهون المشفوطة، ده شكل الدهون اللي بتطلع. الجار ده كعينة علشان بس الناس تبقى فاهمة الدهون فعلا ده شكلها، ويمكن شبه سائل زيتي أو شبه كمان السمنة أو الزبدة، دايما بنقول للناس إن هي فيها الشكل ده. الصور دي النتيجة النهائية يا دكتور بالظبط، صور قبل وبعد. ده راجل في الأربعينات من عمره وكان عنده المشكلتين، وزن زائد ما يقارب حوالي 12-13 كيلو، وغالبا معظمهم متجمعين في محيط دايرة البطن زي ما احنا شايفين. بعد إجراء شفط الدهون الموضعي وصل لوزن مثالي وظبطنا الشكل بتاع الجسم بطريقة كبيرة جدا جدا. دي طبعا نتيجة هايلة يا دكتور، قبل هو كده تخلص من كل البطن والجناب اللي كانت موجودة بالظبط، يعني المحيط الوسط تقريبا كل ما كان فيه دهون موضعية نقدر نشيلها بشفط الدهون الموضعي. وده يمكن زي ما قلنا ان هو موفر للوقت والمجهود، وفي نفس الوقت بنستغل جدا بعدها حماس الحاله ان هي تكون محافظه، لان هي كانت بتبقى مستنيه الحته دي تحديدا زي ما كنا بنقول بتتغير. ده برضو محيط دايره البطن. في طبعا مشكله التفدي عند الرجاله، دي من الحاجات اللي دايما بنضرب بيها امثله كتيره قوي. تراكم الدهون الموضعي في منطقه الصدر عند الرجال بتبقى مزعجه ومحرجه للكثير من الرجاله، وشفط الدهون هنا زي ما بنقول بنستخدمه كحل جذري في الموضوع ده. برضو منطقه البطن عند الرجاله دايما، منطقه البطن والكرش عند الرجاله من اشهر الاماكن اللي فيها شكوى بشكل كبير. سيدات عاده ممكن يكون غير البطن، ممكن الدراعين، ممكن الفخذين، ممكن الهيبس، يعني بيبقى فيه كذا مكان، بس 90% من الرجاله منطقه البطن والصدر. ده طبعا زي ما احنا شايفين القبل وبعد، ده قطاع عرضي فيه النسيج الدهني اللي موجود، ازاي كانت طبقه الدهون. الصوره الثانيه قل خالص حجم الدهون يا دكتور. بالظبط، السمك كبير جدا قبل اهو، وبعد كده السمك بتاع الدهون قل جدا، يكاد انه تقريبا ما بقاش موجود. جميل جدا يا دكتور. دكتور في بعض بقى السيدات بتكون خايفه من شد الترهلات، حضرتك ذكرت ان في اجهزه كتير جدا ممكن تحل لنا مشكله تفتيت الدهون او شفط الدهون، في بقى جهاز حضرتك ممكن تكلمنا عنه ممكن يشفط الدهون ويشد الترهلات في نفس الوقت؟ طبعا احنا يعني اللايبو ليزر دلوقتي هو الميزه فيه كتقنيه ان هي زي ما بنقول اتنين في واحد، يعني احنا بنتكلم على انه يكون في اجراء شد ازاله لتراكم الدهون اللي موجود موضعيا في المكان ده، وبرده في نفس الوقت بيكون في شد للترهلات. الحقيقه هو تقنيه الليزر هي دي ميزتها، ان بتعمل تنشيط لخيوط الكولاجين ان هي يحصل فيها اعاده تجديد تاني بشكل سريع، بتعمل شد للبطانه بتاعه الجلد اللي هي كانت قبل كده محمله بالكثير من طبقات النسيج الدهني. طبعا في ناس لازم يكونوا فاهمين ان بعض الحالات بيبقى في عندها ارتخاء في العضلات كمان بتاعه الجسم،
لما بنقدر نشيل الحمل الدهني اللي شايلاه العضلة دي بنقدر بعد كده نستقبل شد للترهلات بطريقة أسهل بكتير، سواء كان الكلام ده بشفط الدهون بالليزر أو لو عملناه بالأجهزة بتاعة شد الترهلات اللي موجودة في العيادة بدون أي إجراء جراحي تماما. لأنه زي ما قلت لحضراتكم مش بالضرورة كل حالات الترهلات أو علامات الارتخاء أو التمدد بتاعة الجلد تتعالج بشكل جراحي، ممكن جدا نعملها بطريقه غير جراحيه تماما، مش جوه اوضه عمليات ومش باستخدام بنج تماما، ونوصل برضو لنتيجه مرضيه بنسبه 100% بدون اي اجراء جراحي. جميل يا دكتور. طيب انا كنت عايزه اسال المكان اللي بيتشفط منه الدهون، إن خلاص المفروض ان هو عملنا له تناسق قوام وكل حاجه، بعد فتره لو اللايف ستايل اتغير شويه او لو خلاص بقى نسي واهمل، ممكن ترجع تاني الدهون دي في نفس المكان؟ الحقيقه ده بيعتمد على شكل اللايف ستايل بتاع الحاله دي شكلها ازاي. تمام. بس انا الحقيقه يعني دايما بنقول للحاله انه لنا ولا انت عايزين يحصل اي زياده في الوزن تاني، لانه ساعتها مش هيفرق معانا اذا كان رجع في نفس المكان ولا راح في مكان مختلف. هي الفكره ان احنا وصلنا عند وزن مثالي وشكل مثالي وعايزين نحافظ عليه باستمرار. مفيش حد اظن ان هو بيتعمد يزود وزنه، انما عادة احنا بنحط حاجة اسمها تثبيت الوزن في نهاية الكورس بتاع تناسق القوام او في نهاية الكورس بتاع الرجيم. حتى ازاي اقدر يعني بيحصل عندنا كلنا بعض الظروف الاستثنائية، عندنا سفر، عندنا اجازة، عد علينا ظروف زي عيد بتاع ما خدناش بالنا من اكلنا يوم اتنين تلاتة، انما يعني لو حصل زيادة بسيطة ده مش هيحصل له اي رد فعل عكسي. بينما لو لقيت نفسي بزيد نفس العشرة والعشرين والتلاتين كيلو تاني، فده معناها انه بالضرورة هيحصل لخبطة في تناسق الجسم بتاعي. وعشان كده في دايما خطة وقائية بنحطها دايما في النهاية في نهاية البرنامج، ازاي اقدر احافظ على نفسي على وزني. ما لو فلت مني كيلو اتنين تلاتة اربعة مش قضية كبيرة، بس مش لدرجة ان انا ارجع كل المشوار اللي انا تعبت فيه تاني. يعني بقى في تفاوت حاجة بسيطة يا دكتور. طبعا يعني احنا كلنا ما حدش بيقدر يمشي يعني بالقلم والمسطرة بالظبط. بس في ناس بتسيب الموضوع يسوف معاها لفترة طويلة جدا، لدرجة ان هي بتأذي نفسها بعد كده وبتبقى خسرت اللي احنا الشطارة ان احنا نقدر نحافظ على اللي تعبنا فيه ده ووصلنا له ونقدر نثبته ويكون بلايف ستايل صحي بعد كده ان شاء الله طول العمر. تمام يا دكتور. دكتور هنروح لنقطة تانية لكل السيدات والبنات اللي هما مثلا بعد الولادة، تعرف بقى الجسم بيتخن جدا والسيدة بتسيب نفسها جدا، ممكن بعد قد ايه يا دكتور من الولادة ممكن تجري مثلا شد الترهلات او تعمل تنسيق للقوام؟ كتير جدا من السيدات بعد فترة الحمل والولادة بيكون في عندهم مشكلة ان هم فعلا امتى يبتدوا. عادة النظام الغذائي، يعني عايز اقول لحضرتك ان احنا دلوقتي بنقدر نحط نظام غذائي للسيدات الحوامل اثناء فترة الحمل، وبيكون الحقيقة الخطة بتاعته بتختلف في اول 3 شهور من الحمل عن تاني 3 شهور عن اخر 3 شهور. بعد الولادة بيفرق معانا جدا اذا كان الولاده دي كانت طبيعيه ولا قيصريه، اذا كان في جرح في البطن لازم نستنى عليه شويه او لازم يكون في ارشادات طبيه معينه علشان تستعيد كامل لياقتها وصحتها تاني قبل ما نبتدي نعمل رجيم او نبتدي نتكلم كمان في عمليات تناسق القوام. انما عاده احنا ما فيش مانع ان احنا نبتدي النظام الغذائي مباشره بعد الولادة، لأنه كمان هيكون وخصوصا لو كانت في فترة الرضاعة، لأنه هيساعدها جدا حتى في التحسن موضوع الرضاعة، إنقاص الوزن بتاعها بشكل سريع. وبعد الشهر الأولاني من الولادة بنقدر مباشرة نبتدي عمليات شد الترهلات أو جلسات شد الترهلات بطريقة آمنة تماما للسيدة حتى لو كانت في فترة الرضاعة. طبعا احنا يعني ما فيش مانع انه يكون في سيناريو متعدد المراحل، يعني بيبقى في مرحله اولانيه ومرحله تانية. المرحله الاولانيه هي بتاعت شد الترهلات تماما، والمرحله التانية ازاي تقدر تحافظ على وزنها ان شاء الله بعد كده طول العمر.
تمام. طيب يا دكتور، للاسف وقت فقرتنا انتهى، وبصراحه احنا كنا محتاجين ان احنا نتكلم مع حضرتك اكتر من كده ونستفيد من المعلومات، بس ان شاء الله يتجدد اللقاء مع حضرتك. كان منورنا النهارده دكتور اشرف اورا، استشاري علاج السمنه وتناسق القوام. ميرسي جدا يا دكتور. لا عفوا، ميرسي لحضرتك. نشكر حضرتك جدا يا دكتور على وجودك معانا، كانت فقره متميزه، وان شاء الله يتجدد اللقاء تاني. مشاهدينا فقرتنا انتهت، استنونا فقرات جديده دايما من الطبيب. اشوفكم على خير والى اللقاء. Thank you.